قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، سنة الترمذي باب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا زيد بن حباب التميمي العقل الكوفي الخراساني. قال ابن معين قال الدارمي عنه قال ثقة، وابن المديني قال ثقة، وابو حاتم الرازي قال صدوق صالح الحديث. عن مالك بن مغول البجلي ابو عبد الله البجلي قال ابن معين ثقة، وقال ابو حاتم الرازي ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال احمد ثقة ثبت في الحديث. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه وارضاه من الثقات ومن الخيار. قال عن ابيه بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه وارضاه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم اني اسالك باني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال زيد: فذكرت لزهير بن معاوية أبو خيثمة بعد ذلك سنين. فقال: حدثني أبو إسحاق السبيعي يعني عن مالك بن مغول قال زيد، ثم ذكرته للثوري فحدثني به عن مالك. قال المصنف: هذا حديث حسن غريب، وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبي، وإنما أخذه أبو إسحاق مالك بن مغول. وهنا في قول المصنف: هذا حديث حسن غريب، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. قال المنذري في تلخيص السنن: قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رضي الله عنه، وهو إسناد لا مطعن فيه، ولا أعلم أنه روى في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه، ويدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن الله اسما والاسم الأعظم، وهناك طبعا هذا جهل. وروى شريكنا وشريك ابن عبد الله النخعي القاضي الحديث. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم، وقلنا أصلها يا الله، وحذفت الياء وعوض عنها بالميم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أسألك بتوحيدي. وهذا توسل صحيح، وقلنا التوسل الصحيح المشروع هو التوسل بذات الله المقدسة، التوسل بأسماء الله الحسنى، التوسل بصفات الله جل في علاه، صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، التوسل بفعل الخير، التوسل بفعل الخيرات كما حدث من الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، والتوسل بدعاء الصالحين. هنا جاء التوسل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت. توسل بعمله الصالح بإيمانه، وإن كان هذا أنزل رتبة من التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، لكن يصح. إذن هنا التوسل بالأعمال الصالحة يجوز، والنبي قد أقر الرجل لأنه سمعه وأقره. قال: اللهم إني أسألك بأني، شوفه توسل به،
يعني بسبب هذا، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، توسل بتوحيدي بأنه يشهد بتوحيد الله جل في علاه. وهذه قضية الكون الكبرى، وهذه من أفضل الأعمال، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد. وهذا شرحناه أمس، وأن الصمد الأحد أحدية الله جل في علاه، فهو الواحد في ذاته سبحانه جل في علاه، الواحد في أسماء الحسنى، الواحد في صفاته العلى، الواحد في عظمته وقدرته، الواحد في ربوبيته، الواحد في إلهيته. الصمد الذي تصمد إليه العباد في حوائجهم، وهو القائم بأمورهم وشؤونهم سبحانه جل في علاه. وقد نقول الصمد يفسر بما فسره الحديث، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فقال لما سمع ويقول ذلك، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الله جل في علاه لا ولد له ولا شبيه ولا سمي ولا ند، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا توسل وحاكى الآيات، فالله تعالى قل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وكفوا هنا يعني ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه، لا يكافئه أحد. قال فقال والذي نفسي بيدي، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يستقسم. وقلنا دائما إذا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم من غير أن يستقسم فاعلم أنه لأمر جلل، أقسم لأمر جلل. وهذا أمر الجلل هو حسن التوسل بالتوحيد وباسم الله الأعظم. والذي نفسي بيده، وهذا إثبات اليد لله جل في علاه، وإضافة مباشرة لله جل في علاه أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة، صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من الصفات الأخبار الخبرية. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه جل في علاه. فإذن الاسم الأعظم هو الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ففيه الرد على من قال بأنه ليس هناك اسم أعظم لله جل في علاه، كل اسم تدعو به يكون مناسبا للدعاء فهو اسم أعظم، وهذا خطأ مبين. احنا قلنا أن هناك تفاوت في الأسماء بين حسن وأحسن، وأسماء الله الحسنى بأنه لو اجتمع اسمان كان كمال فوق الكمال وحسن فوق الحسن. واسم الله الأعظم اختلف فيه العلماء كثيرا، وكان الراجح بأن اسم الله الأعظم هو الله، الله هو اسم الله الأعظم. ورد في غير ما موضع من السنة من الأدلة التي أظهرت ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يقول اللهم إني أسألك، بهذا الحديث أنك أنت الله الواحد الأحد، قال سأل الله باسمه الأعظم. وأيضا قال بأن اسم الله الأعظم في هذه الآيات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهي في البقرة وآل عمران، وأيضا في طه، وكلها فيها اسم الله. والله أكثر اسم ذكر في الكتاب، وكل الأسماء تكون له صفات ولا عكس. تقول الله الكريم، الله الرحيم، الله العظيم، العظيم صفة لله، الكريم صفة لله، ففيها دلالة على اسم الله الأعظم. ومن وفق له ودعا الله به فإن الله يجيبه إذا سأل، يعطيه إذا سأل ويجيبه إذا دعا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. نعم، الفوائد المستنبطة: جواز التوسل بالأعمال الصالحة، جواز التوسل بالأعمال الصالحة.
أسماء الله كلها حسنى وقد تتفاوت ما بين الحسن والأحسن كالآيات. أعظم آية معك في الكتاب قال الله لا إله إلا هو، إثبات الاسم الأعظم لله جل في علاه. هذه الفائدة الثالثة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.